حياكم الله مشاهدينا من جديد. رح نتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي واخترنا لكم من تويتر هاشتاج 8 فبراير بلا أجهزة ذكية. نتابع هاشتاجنا لليوم حمل عنوان 8 فبراير بلا أجهزة ذكية، والذي أنشأه فريق إعداد برنامج سيدتي تزامنا مع اليوم العالمي الذي اختارته الأمم المتحدة للتوقف عن استخدام الأجهزة الذكية بهدف دراسة أثارها الصحية والبيئية. فالمدونة وتين الخالدي قالت: حياة بدون تقنية حياة صحية، جربوها اليوم. والمغردة شيخ مطير أبدت أسفها قائلة: للأسف الأجهزة الذكية حرمت الأسر من التجمع في مكان واحد. وأما يارا الحربي فأوضحت: التقنية دخلت بيوتنا وما صرنا نقدر نستغنى عنها، لكن هذه المبادرة جميلة ومهمة. الطالبة جميلة العتيبي أكدت أن هذه الخطوة شبه مستحيلة، فاختصرت رأيها بجملة: صعب جدا. والمغردة خذلان قالت: الحياة اليوم بلحظاتها عبارة عن تقنية. أما الجامعية منى الهذلي أكدت قائلة: الأجهزة الذكية اخترقت حياتنا وذهبت معها الخصوصية، وأصبحت الأسرة لا تجتمع مع بعض إلا بعد الاستعانة بالواتساب مع الأسف. المدونة حور قالت: أتمنى على طول نقدر نستغنى عن الأجهزة الذكية، بس للأسف أصبحت جزءا من حياتنا اليومية الضرورية. رح نروح لفقرة الموضة والجمال من سيدتي، واليوم رح نتعرف على تسريحة العروس لسنة 2015 مع المصفف داني لحود. نتابع. تحية لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعوا برنامج سيدتي عبر روتانا خليجية. بحلقتنا لليوم رح نتعرف على تسريحة عروس 2015 مع مصفف الشعر داني لحود. خليكن معنا. اليوم رح تتعرفوا معي على خطوات جديدة لعروس 2015. أنا اليوم بفضل إنه العروس تكون شوي ناتوريل أكثر من مصفصف. إحنا حضرناها للعروس، عملنا لها شوي شعر على الفات ويفي، وهلا بنبلش بالشموع. حبيتوا تسريحتنا لليوم. هيدي كانت تسريحة عروس 2015، تعرفنا عليها سوا مع مصفف الشعر داني لحود. تابعونا دايما بأخبار الموضة والأزياء مع سيدتنا. مشاهدينا فاصل أخير وراح نتابع من بعد استئصال ورم ليفي وزنه 7 كيلو من رحم فتاة مع زميلتي رنيم في الرياض، وأنا أشوفكم باكر في حلقة جديدة من سيدتي. تصبحون على خير. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: تجارب عائلات سعودية لتحديد جنس المولود، هدايا للمناسبات الخاصة، ومجانا ملحق سيدتي التعليمية. سيدتي، عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل: الورم الليفي في الرحم ومدى خطورته على صحة المرأة.